ياسر العقيد، ايه اللي خلى الحرب الاعلاميه اللي بتقودها دوله الاحتلال في حربها الاخيره مع غزه تتكشف نوعا ما؟ يعني الرساله الاعلاميه اللي بتحاول اسرائيل تروجها على مدى 75 سنه اتكشف جزء كبير منها من يوم 7 اكتوبر الماضي، ايه السبب؟ هقول لحضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وعلى حضرتك لو جيتي بصيتي على الوضع الاسرائيلي، المفروض انا في حاله حرب، المفروض يكون رئيس الوزراء ورئيس الموساد اللي هو المخابرات ورئيس امان ورئيس الشباك ورئيس يمام، كل دي الاجهزه الامنيه الاسرائيليه كلهم متفقين على قلب الرجل الواحد. لما نيجي نبص داخل الداخل الاسرائيلي هنلاقي ان في اشتباكات وصلت لحد اشتباك بالايدي ما بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. لما نلاقي ان رئيس الوزراء يمنع اجتماع امني ما بين الشباك وامان والشنبيت، يعني بحيث ان هو يمنع توحد الاجهزه الامنيه ضده. طب هم متوحدين ضده ليه؟ علشان هو يعني الرساله الاعلاميه او الرساله الامنيه ان كفايه كده، احنا عندنا مشكله. بالاضافه ان هو انا بجيب من الاعلام العبري على فكره، في اتهامات داخل اسرائيل ان ما حدث خيانه. يعني لما نيجي نقول ان هارون حليفه رئيس المخابرات العسكريه امان يوم 7 اكتوبر تليفونه مقفول طول النهار وموجود في منتجعات ايلات بيصيف، طب انت كنت انت رئيس المخابرات العسكريه يوم 7 يوم الهجوم، مفيش اي اتصال خالص بينك، مفيش اي احساس بالمسؤوليه. ده وضح داخل الاعلام الاسرائيلي قالك يبقى اصلا في خيانه. لما نيجي نشوف بقى كل هذه الامور والتضارب السياسي ومحاوله ازاحه نتنياهو عن السلطه والتراجع الدعم الامريكي السياسي العسكري، لان امريكا في بدايه الازمه ارسلت حمله طائرات جيرارد فورد وبعدين سحبتها، وبعدين قالت انا هتكفل بكل الخسائر الاقتصاديه 63 مليار، وبعدين رجع في تصريح تاني قال لا انا هتكفل بالتلت فقط ومساعدات عسكريه واسرائيل تتكفل بالتلتين. دي كلها خطوره، حاجات خطيره جدا. فهذا التضارب مع وجود منصه اكس، لانه هو مسيطر على باقي منصات السوشيال ميديا والاعلام، مكمم الاعلام تماما، اصبح في تكون راي عام وصل اسرائيل لمحكمه العدل الدوليه وان كانت غير ملزمه. يعني اقول لحضرتك يعني مش محكمه العدل الدوليه هتقول على اسرائيل اعملوا كذا فهتعمل، ولكن قرارات لكنها بتكشف الحقيقه قدام الراي العام وقدام الراي العام العالمي. بالاضافه بقى ان قراراتها هتستغل سياسيا ضد خصوم نتنياهو وضد خصوم بايدن. فكره ان انا اعمل كومفلاج على كل المشاكل اللي حضرتك بتقولها دي واصدر المشكله من عندي للاخر، وده اللي حصل في محكمه العدل، واللي حصل في برضه تصريحات الجانب الامريكي مؤخرا ان هو بيناقض نفسه، انه في الاول ان هو كان مصر هي الاول اشاد بالدور المصري في ان ايصال المساعدات وفتح المعبر، وبعد كده دلوقتي احنا بنتكلم لا ان مصر هي المشكله. ازاي اواجه هذه الحرب سواء كانت اعلاميا او على المستوى السياسي؟ طبعا اقول لحضرتك على حاجه غير متوقعه، هو من احد اسلحه مواجهه العمليات النفسيه السخريه. يعني معلش انا اسف، انت حضرتك جيت اتكلمت على معبر رفح في المكسيك، فيعني انا مش عارف يعني حاجه، يعني ما انا بقول لحضرتك ما يعني حتى سلاح السخريه ده مهم جدا. انا مش هقول، ولكن احنا مجرد احنا بس احنا بنتساءل، ده السخريه احنا بنتكلم على الامر الواقع الحقيقه يا جماعه، ده هم ما فيهاش مجال للسخريه، ده على حاجه على الامر الواقع. هل هو انت حضرتك انت متاكد ان معبر رفح في القاهره في الحدود المصريه ولا معبر رفح في المكسيك؟ بس ونسكت. فده ده في حد ذاته يجب اي حاجه تانيه.